الموضوع موضوع واحد يعني عملية النهب مشترك. وعملية هو هذا يكون موضوع واحد إذا ب2003 أو قبل 2003. يعني إحنا عندنا آثار تهربت بالتسعينات وانسرقت بالتسعينات، عندنا آثار بالثمانينات أيضا تهربت بالثمانينات وانسرقت وقبلها أيضا انسرقت هذه الآثار. بعدين أكو نقطة جدا مهمة، يعني أنت تشوف كل المواقع الأثرية اللي موجودة مباحة، يعني يجي بيها الناس اللي يكونون موجودين، وأكو ناس طبعا يعني عازمين على أنه ينبشون في هذه الأرض ويطلع ما يطلع ويبدي تهريبه إلى يعني إلى مناطق أو إلى دول أخرى لقى مبالغ تكون بسيطة يعني عندما يباع، بس هو ما يعرف شنو ثمنه، يعني ما يعرف شنو قيمته. وهذه من جملة الآثار اللي هربت في يعني في السماوة في ذيقار وحتى في البصرة وحتى أيضا في بغداد.